تعالوا كده نشوف تقرير حول مهرجان الممثل، واللي بيعتبر أول مهرجان من نوعه يقام في مصر لإظهار مواهب التمثيل وغيرها من صناع الأفلام. وده طبعا يعني أكيد مهرجان لطيف جدا، تقديم عروض بقى مليئة بالألعاب والموسيقى وأجواء احتفالية. نشوف التقرير ده ونطلع فاصل ونرجع بعدها، خلينا نكمل كلامنا وباقي فقراتنا اليوم للتسعة. المهرجان احنا بنحضر فيه تقريبا بقالنا يعني مش اكتر من 3 اسابيع، الهدف منه اظهار مواهب جديده في التمثيل. احنا ابلكيشن كلاكات هدفه الاول ان هو يساعد صناع الافلام ان هم يقدروا يعملوا افلام بطريقه اسهل واكفأ، عن طريق ان هو من خلال ابلكيشن يقدر يلاقي يتواصل مع صناع افلام، يعني يدور على ممثلين. انا مثلا مخرج بدور على كتاب، اقدر اتواصل عن طريق الابلكيشن. المهرجان دي النسخه الاولى منه وتجربه جديده بتتيح فرصه لناس يعني مش كلها جوه المجال او حابه الناس تشوفها بشكل مختلف وجديد، فنتمنى تكون المسابقات تطلع بشكل لطيف وتكون النسخه الاولى دي حاجه كويسه تنتج بعديها نسخ ثانيه وثالثه ورابعه. انطباعي عن المهرجان طبعا انا سعيده ان في حاجه زي كده موجوده، عشان احنا كممثلين بندور ان ناس كتيره تعرفنا كمخرجين ومنتجين وممثلين اوريدي موجودين، فالموضوع مهم قوي بالنسبه لنا يعني وبالنسبه لي انا شخصيا يعني. الحقيقه انا شايف ان المهرجان ده فكره جميله جدا مميزه جدا، خصوصا للناس اللي مش بقى ليها لسه ليها فرصه او لسه ما طلعوش للعالم السينما او الدراما او كده. الحقيقه دي فرصه حلوه جدا لاي حد ان هو يجي اصلا يتبسط بالتمثيل، مش شرط ان هو يجي يكسب او شرط ان هو يجي يظهر نفسه او الناس تعرفه او كده، لا هو فعلا اللي بيحب التمثيل يجي يوم زي دوت يجي يتبسط معانا وكده. هو المرة الأولى من إيفنت من النوع ده عامة في مصر، وبالعكس شايف خطوة كويسة إن احنا إزاي ندعم مواهب فنية جديدة ويبقى المجال مفتوح أكتر حتى بأقسام مختلفة بكومبيتيشنز مختلفة. ده كويس جدا، يفتح افق جديده لصناعه ممثلين. كل الناس اللي عندها حاسه ان هم عندهم تالنت في التمثيل او في الحاجات اللي شبه كده، عندهم يعني باشن ان هم يبقوا بيمثلوا وبيعملوا حاجات حتى لو هي ورا الكاميرا، ان هم يبقوا موجودين في مكان فيه ناس كتير يقدروا ان هم يعرضوا افكارهم ومواهبهم. طبعا انا حضرت قبل كده مهرجان بس مش كمشاركه، كمجرد استطلاع كده ان الواحد يشوف المخرجين والممثلين، ولكن ده اول مره ان انا اشارك في مهرجان زي ده، وبجد يعني للتوفيق لكله وانا نفسي اعمل احسن حاجه عندي. بالنسبه للفكره هي جديده وهي اتعملت طبعا في دول اخرى، بس بالنسبه لهنا مصر فعلا يونيك، حاجه تشجع الواحد ان هو فعلا ممكن كمسابقه وفي نفس الوقت ان هو يتبسط از جيم يعني لعبه وكده. فانا اللي رشحني في الحاجات دي يعني برضو ممثلين زيي وجم هنا برضو، فحاسين الموضوع فيه حاله من الاختلاف مش مجرد مسابقه عاديه. فكره المهرجان جدا جميله صراحه وحاجه جديده، محتاجين كممثلين مبتدئين ان احنا نلاقي مكان امن ان احنا نلعب فيه وندخل في تحديات ومسابقات. سمعت عنه عن طريق كلاكيت اللي هو صديقي كامل صاحبه.